قال كشاف الحقائق جعفر الصادق عليه السلام، وعلى معرفة فاطمة دارت القرون الأولى، وما تكاملت نبوة نبي إلا بمعرفتها. لأجل قبول المجلس وقبول الأعمال ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة الأولى بمثابة المقدمة، وأنا الخادم الصغير بينكم أحبتي، عنوانها هو هذا حديثنا لهذه الليالي، هذه الليلة الأولى وبقت ثلاث ليال، عنوانها هو هذا: المثلث الفاطمي للموالي في زمن الغيبة الكبرى. هناك قواعد، هناك أسس وضعها آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهذه المرحلة التي تسمى بمرحلة الهدنة. شوف هذا الزمن اللي أنا وياك نعيشه، آل محمد سموه بمرحلة الهدنة، بمرحلة الغيبة الكبرى، فقدان الماء المعين، فقدان إمام الوجود، إمام العصر يروح له الفداء. وضعوا أهل البيت لنا قواعد، وضعوا لنا أهل البيت أسس. هذه الأسس إذا نريد نجمعها في خانة واحدة، إذا نريد نجمعها في خانة واحدة ونصنفها، فإننا سنجد الرقم الثلاثي المثلث حاضر بوضوح فيها. المثلث الرياضي، مثلث، ارسم مثلث، شي يحتاج إلى ثلاثة، شنو؟ ثلاثة رؤوس. هذا المثلث ما أن يفقد رأسا من هذه الرؤوس إلا وانتفل شنو؟ جميع المثلث، بعد لا يقال له شنو؟ مثلث. أنت في زمن الغيبة، في زمن افتقاد الماء المعين، زمن العطش، الله، عطش مع غرق، شلون نجمع عن ذني؟ يقول له: إذا غاب إمام زمانكم فعليكم بدعاء الغريق. هو من جهة غريق، ومن جهة في دعاء الندبة ماذا يقول؟ متى يا صاحب الأمر، متى نرد مناهلك الروية فنروى، بعدين شو يقول له؟ فقد طال الصدى، الصدى مو رجوع الصوت، لا، الصدى العطش، الصدى العطش. أنا وإياك في هذا الزمن نعيش حالتين في لحظة واحدة، حالة الغرق وحالة العطش. أنت لا تروى ولا تنجو من العطش إلا إذا كان عندك مثلث. مثلث، هذا المثلث أحد رؤوسه من؟ فاطمة الزهراء روحي لها الفداء. متى يقال لك فاطمي؟ ها؟ متى يقال لك فاطمي؟ إذا ملكت هذا المثلث. ما هي الوسيلة، ما هو السبب الذي يجعلك في يوم القيامة حبا جيدا للزهراء؟
الزهراء عليه السلام يوم القيامة ساعة الموقف تلتقط شيعتها، تلتقط محبيها، تلتقط الفاطميين. شلون الإمام الصادق وصفها؟ كما يلتقط الطير الحبة الجيدة من الحب الرديء. يعني الزهراء يوم القيامة تلتقط ربيعتها، هاي عبارتها، تلتقط منه ربيعتها والحب القمح، يعني بينها وبينهم زادوا ملح. سؤال موجه بالأساس إلي وإلكم جميعا أحبتي إخوتي الكرام، هل نحن حبا جيد لفاطمة؟ كل من يسأل نفسه، الإنسان على نفسه بصيرة. لهذا تأتي الليالي الفاطمية وتأتي هذا الحضور ويأتي هذا الاجتماع، الغاية أن نكون حبا فاطميا جيدا، لا حبا رديئا. كيف أكون حبا فاطميا جيدا؟ إذا ملكت مثلثا. كيف أملك هذا المثلث؟ إذا ملكت كما التوراة يصف مقام الزهراء، يقول ذاك الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح رأس الزاوية، رأس السارية، السفينة لا تسير إلا برأس ساريتها، رأس السارية، رأس الزاوية. وسفينة الحسين تحتاج إلى شنو؟ إلى سارية، وساريتها فاطمة. راح تقول سي شو صعبها شنو؟ ما سهلها. لا، اسمع اسمع بعد أن تسمعني صلوات عاليات. حياك الله من حبيبي. واحد من أدعية زمن الغيبة ما هو؟ نقرأ سوية بركة الزهراء. يلا نرفع أدياناتنا ونقرأ سوية. اللهم عرفني نفسك، هذا رأس المثلث الأول، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، هذا رأس المثلث الثاني. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. صار مثلث؟ إذا ملكت المثلث. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا مثلث، هذا المثلث وين نقرأ؟ غدا والليلة القادمة راح يتوضح الأمر. شوف وين نقرأ؟ نقرأ في حديث الله تبارك وتعالى، الحديث القدسي. يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك. هذا رأس أحمدي، رأس محمدي، هذا رأس نبوة وشنو؟ ورسالة. شوف رأس المثلث الثاني. ولولا منو؟ ولولا علي لما خلقتك. مثلث لازم بيه ثلاث رؤوس، ولازم هذا النظام ما يصير تضرب هذا النظام. محمد يجي وراء منو؟ ما يصير تقول علي وراء محمد. هاي نتيجة خطرة الأعداء يشتغلون عليها يا شباب، يردون يأخذوكم إلى غير منحى أبا صالح. الليالي القادمة راح يتبين البيان.
هذا نظام آل محمد، هذا مثلث آل محمد، محمد ثم من؟ ثم علي. ما عندنا نظام اسمه عمس بالبصرة، ديروا بالكم جاي يشتغلون على هذا النظام، يردون يسرقون أديانكم بعد سرقة قلوبكم. شوف ليالي الزهراء ماذا نستفاد منها؟ كيف تكون فاطمة، فاطمة لشيعتها، شلون تفطم قلوبك عن الزيغ والانحلال والانحراف، كيف فاطمة تعصمك في طريقك. ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. هذا السؤال اريد باكر جوابه من الشباب، يعني هذا الحديث نفهم منه ان الزهراء افضل من رسول الله وامير المؤمنين. اريدكم تفكرون به، هذا يصح له واجب شنو؟ واجب بيتي. هذا في الرواية. سيدنا جيب لنا آية. 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 يا موسى. لأن كلنا راح نأتي عليهن، ما خليهن فارغات. يا موسى اضرب بعصاك الحجر. شبيها؟ شبيه الحجر إذا ضربته بالعصا؟ ينفجر منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم. هاي الآية أيضا ذكر فيها المثلث الضارب والعصا وبعد منه والحجر. إجا الإمام الصادق قال الحجر وفاطمة، الحجر الذي رفضه التوراة تقول الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح رأس الزاوية. فاطمة التي جهل قدرها وأخفي قبرها ستصبح في يوم من الأيام رأس الزاوية، وأنا وأنت نصبح رأس الزاوية إذا تعلقنا بأذيال فاطمة، إذا تمسكنا بفاطمة. الطريق المنهج ستأتي، لا تستعجل علي. هذه أخصص لها إن شاء الله ليلة من الليالي. يا موسى اضرب بعصاك. قال الصادق العصا علي، الحجر من؟ فاطمة. ينفجر منه اثنتا عشرة، صارت واضحة مو؟ آية أخرى، شوف المثلث أنا جاي أركز عليه من ويا أنتو ويا شباب، شبابنا وياي، سمعوني يا علي. الحمد لله يحفظكم أمير المؤمنين يا علي. تعال شوف آية النور، الله نور السماوات والمثل نوره كمشكات، هذا رأس المثلث. المشكات فيها مصباح، هذا رأس المثلث شنو الثاني. المصباح وين؟ في زجاجة اكتمل. هذا هاي المشكات، المشكات هاي القاعدة وهاي الزجاجة وهذا المصباح. نخش مثل هذا عملي قدامنا، شوف القاعدة، إذا انتفى واحد من ذن الثلاثة انتفى المصباح، قاعدة زجاجة وشنو؟ المصباح. مثلث لو مو مثلث؟ هذا المثلث إن شاء الله راح يتبين بالليالي القادمة. يلا هسا راح أطلع من المقدمة، انتهيت. هذا المثلث راح يتبين أنه من يوم الله سبحانه وتعالى أنزل آدم إلى هذه الأرض وإلى يوم يملأها إمام الزمان روحي له الفداء قسطا وعدلا، هذا المثلث حاضر في كل الوجود.
وحتى القلب، حتى القلب من ترسمه شو ترسمه؟ حاضر في كل الوجود. لكن القصة هذا المثلث لا طريق له إلا بجناحين. أكو طير يطير بجناح كسير؟ ها؟ أبد، إلا بجناحين. جناح سميته زيارة عاشوراء، لهذا شوف أهمية زيارة عاشوراء، تقول لا يعرف هذا المثلث الفاطمي اللي أحد رؤوسه فاطمة إلا بهذين الجناحين. الجناح الأول سلم لمن، الجناح الثاني وحرب لمن، الموالي لا يصل إلى فاطمة إلا بهذين. سمتها الروايات ولاية وشنو؟ وبراءة. جناح الأول جناح المعرفة، اللهم عرفني. جناح ثاني جناح العمل، فاطمة تحتاج إلى عمل، فاطمة تحتاج منا إلى كد وجهد جهيد. فاطمة الزهراء تريد من عندنا شدة حزام لا أن ننام. فاطمة روحي لها الفداء ما قر لها القرار بعد أبيها رسول الله. أمير المؤمنين حاطها على البغل وهي بضلعها الكسير وألمها، وأربعين ليلة يدور على أبواب بالليل، تقول ماكو نوم عن حق علي وماكو نوم عن حقي. بالليل تدور على بيوت الأنصار تدق بابهم تسأل الله. والله الكلمة مرة رواية تكسر القلب، ما أقدر أقولها، أقول تطلب. الرواية تقول غير، ما مصدق يقول غير شيء. شيخ المفيد يقول تستجدي، عدي خفوفة يقول تستجدي 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 نصرتهم. لما أيست الطلب ما حد فك بابه، ما حد قال لها تدللين يا ابنة رسول الله، ما حد قال لها على العين وعلى الرأس. أبد أبد ما حصلت إتش حضور فاطمة. أربعين واحد لو جايين العلي محلقين رؤوسهم كان القصة انتهت، كان تغير كل الوجود. لكن ما أجوا إلا شنو؟ المثلث. إلا ثلاثة عرفوا المثلث. سكتات؟ لم تقر لها هواده، ظلت ياخذها الفجر البيت الأحزان خارج المدينة تبكي بألم بمرارة، وما يعودها إلا الغروب. يقولها أمير المؤمنين يا ابنة رسول الله دول خيروني. شوف ما قر لها قرار، الزهرة تريد شدة حزام، لولا خيروني أن تبكي ليلا أو نهارا. قالت يا علي ما أقل مكوثي عندهم، والله لا يقر لي قرار على أبي. أبي 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 يا أحمد لولاك. أقول طريق المعرفة طريق التمسك يا شباب يا أحبة، فدوى أروح لكم الوصول، طريق الوصول إلى فاطمة المعرفة. شوف الإمام الصادق أشار إلى مثال أعلى، فما بالك بالمثال الأدنى؟ قال على معرفتها دار.
دارت القرون الأولى. ما تكاملت نبوة نبي إلا بمعرفتها. احنا ايش عندنا؟ المقامات العبودية أعلى منها النبوة، أعلى منها الرسالة، أعلى منها الخلة، أعلى منها الإمامة. المقام السادس والسابع هذا خاص بأهل البيت، لا يقاس بنا أحد. قال الصادق عليه السلام: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا. شوف ما تكاملت نبوته، عبدا قبل أن يتخذه نبيا. ستبت شو تقول؟ أشهد أن محمدا عبده، بعدين شنو؟ إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليل، خليل بعدين اتخذ إمام. فلما أتم له هذه الكلمات قال: إني جاعلك للناس. اتخذه خليلا. متى اتخذه خليلا؟ قال الصادق عليه السلام: وما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا، شوف عدم استراحة، عدم هوادة، إلا عفية. الله ينور قلبك. إلا لكثرتي، شوف الكثرة شدل على تواصل دائما، إلا لكثرة صلاته على محمد وآل محمد. كثرة الصلاة نتيجة للمعرفة. الحب كنت كنزا مخفيا. هذا غلط، يفهم دائما الحديث على المنبر، على الفضائيات، في الكتب كذا، انه حديث الذات الالهيه جاي تتكلم. ابدا 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 ابدا. الله ذات لا تعرف ولن تعرف. امير المؤمنين يقول: الباب مسدود والطلب مردود. هذا الخطاب لغير حقيقه. الله وكلها، الله تبارك وتعالى خلقها، الله وضعها دليلا بابا مهيعا إليه. بكم عرف الله، بكم عبد الله، من أراد الله بدأ بكم، من وحده قبل عنكم، من قصده توجه. عموما كنت، هاي الحقيقة تسولف اللي الله خلقها، كنت كنزا مخفيا فأحببت الحب أن أعرف. لا طريقة لمعرفة فاطمة إلا بالحب. الحب لا يقوى إلا بالمعرفة والعمل. صار عندنا رأس المثلث الحب، قاعدت منه المعرفة والعمل. تعال انتخبت لك بعض المقاطع من كلمات أهل البيت حتى لا يصير الكلام شنو؟ جيب صفحة نقول يا علي أساش. عدنا معرفة وعدنا عمل، ذني قواعد الحب، والمثلث هذا هو اللي يوصلك إلى الزهراء عليه السلام. شوف في نهج البلاغة ماذا يقول أمير المؤمنين: أول الدين، على من ركز؟ المعرفة. الله، شوف شو وصى أمير المؤمنين كوميل، يقول له: يا كوميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى
شنو اللي جابكم للحسينية وهاي الليلة؟ تركنا أشغالنا وأعمالنا وأهلنا وراحتنا على شنو؟ جابتنا هنا ذن الثلاثة: الحب. لولا أن الحب لفاطمة تملق قلوبنا اجينا لهذا المكان؟ تحملت وثرثرتي؟ أبدا أبدا. اثنين: المعرفة. ثلاثة: عمل. هاي الحركة عمل يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. شوف هذا أساس أهل البيت عليهم السلام في زمن الغيبة، ركزوا يا شباب، ركزوا كثيرا على المعرفة. مثال: أمير الحقائق الإمام الصادق عليه السلام يقول: المتعبد على غير فقه. خلي أقرأها دشت، أنا دائما هاي إذا ما أقرأها دشت ما أرتاح، أنا ما أرتاح على المنبر، ما أرتاح، ما تجيس القلب، أريد هيك تجيس قلبك. اسمعها ولو جماعة ما جابي لي ماي أبدا، ما ذاكريني بالماي، لا هذا أمان الماي، الله يشافي مريضك يا عمي. المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور مكان. مسكين حمار الطاحونة من فجر الله يدور عباله كل ظنه، قطع آلاف الكيلومترات، قطع له مسافة كبيرة، وإذا هو شنو يراوح في مكانه. الإمام الصادق شو يقول؟ يقول: المتعبد اللي عنده علاقة ويا أهل البيت، عبدك وابن عبدك أبا عبد الله وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم. المتعبد يعني اللي ياخذ طريقة أهل البيت، من استمع إلى ناطق فقد. هذه يعني الطاقة، الطاعة، التعبد يعني، حتى لا أفهم غير شيء، الطاعة هي التعبد. المتعبد على غير فقه كحمار الطاحون أجل الله السامع يدور، يعني عبادة من دون معرفة تفيده، يدور ولا يبرح مكانه. المعرفة من أين تأتي؟ جواب: أريد أحصل المعرفة، المعرفة من وين أخذها؟ ها؟ العمل هو يثبت المعرفة ويزيدها، بس مصدرها من وين؟ شوف قال الإمام الجواد: من استمع إلى ناطق فقد عبد، فإن كان الناطق عن الله عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد. هذه المعلومة اللي تجيك بالفيس، بالجروبات، بالجلسات، هذه المعلومة من وين مصدرها؟ هاي المعلومة اللي البيت قابلين بيها ما قابلين بيها؟ هاي المعلومة تتناسق ويا هذا المثلث الفاطمي لولا؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. بينك ما بين الله أنت تأكل كلام غير طعام
تأكل طعام غير جيد، طعام مسموم، طعام غير نظيف. القرآن يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام الصادق قال الطعام هو العلم، فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. أنا كيف أبني معرفتي الفاطمية على الفيس والمنشورات؟ أنا كيف أخذ معرفتي عن أناس مجهولين غير معروفين؟ ما هو هذا اللي جاي يصير. ما هو الماي قام يجري تحت. الإمام الرضا عليه السلام يقول لك رواية. أي نعم، على عيني وعلى رأسي، أنا ما عندي مشكلة مع الروايات، هذه رواية جيد جيد جدا جميل، ولكن هل أهل البيت وجهونا إلى الروايات فقط وفقط؟ أبدا. إمامك الرضا، إمامك علي بن موسى الرضا يقول خبر، خبر تدري تعرفه التقنه، خبر تدري خير من ألف حديث تروي. أنا شنو أنتفع بيك؟ حافظني كذا رواية وأنت لا تفهم بها. من قلد في دينه هلك. مو هاي جاي يستخدموها؟ شرار الناس تحت سقف السماء العلماء. جيد، رواية هذه إن شاء الله، لكن هاي الرواية ناسخة، منسوخة، عامة، مقيدة، حاكمة، متشابهة. من قلد في دينه هلك وذهب بها عريضة. إمامك الرضا يقول لا، خبر، خبر رواية تتقنها تعرفها، ليت الصياط على رؤوس شباب الشيعة حتى يتفقهوا. يتفقهوا يعني مو بس يقرأ رسالة عملية. هسه احنا بنسمع كلمة فقه يعني شو يروح يقرأ؟ يروح يقرأ رسالة عملية لو يدخل الحوزة؟ أبدا. كلمة فقه عند أهل البيت يعني معرفة دقيقة عميقة. قليل منك يكفيني يا صاحب الزمان، وقليلك لا يقال له قليل. الإمام رضي يقول خبر، خبر رواية، خبر تدري خير من ألف حديث تروي. شوف الرواية الأخرى عن الإمام الصادق، بالروايات، الله الله الله، بالروايات، بالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى الدرجات. بينك وبين أهل البيت، بينك وبين الزهراء درجات. هاي الدرجات بعدد أنفاس الخلائق. سؤال، أنا وإياك كم درجة قطعنا؟ ما هي الدراسة الأكاديمية، عندنا متوسطة وعندنا ابتدائية وعندنا ثانوية وعندنا جامعة. أنت بحب فاطمة بيا مرحلة، أنا بحب فاطمة يا مرحلة، لو لازلنا نراوح فيه. شوف الإمام الرضا ماذا يقول، يقول بالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى الدرجات. همة السفهاء الرواية، يقول لك ماكو تقليد، رواية موجودة. هو ترى ما يقصد يا شباب، ترى كلمة حق يراد بها باطل. هو ما يقصد الروايات مال آل محمد الموجودة بمصادرنا، هو لا يقصد روايات الكافي، ولا يقصد روايات بحار الأنوار، ولا يقصد روايات بصائر الدرجات. هو يقصد يا روايات هذا المخبول اللي حاطه مسوي إمام ويدعي به أنه يتصل، يقصد رواية هذا. يقول له أزور، يخابره بالتليفون، أزور الحسين. يقول له لا، لزور الحسين، هاي لزور الحسين رواية. جاي يسلبوننا من المجالس،
جاي يسلبوننا من الدمعة نوعين، يحارب الفقهاء على مود يسلبك من الحسين، الحسين ما يريدك تزور، ونوع ثاني لا، معرفة أهل البيت وأمير المؤمنين أيضا الحسين ما مقتول، على من زورته؟ اسمع، على من تلطم عليه؟ شوف شوف الحرب وين وصلت. لهذا أنا اختارت هذا الطرح. همة السفهاء أمير المؤمنين يقول مو أنا، همة السفهاء الرواية وهمة العلماء الشنو؟ الدراية. اي نعم، انت اقرأ لي رواية يا أحمد، لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. زين درايتها وين؟ هاي روايتها، درايتها وين؟ معقولة الزهرة أفضل من رسول الله؟ أبدا. معقولة أمير المؤمنين أفضل من رسول الله؟ ينقطع لساني، هو القائل أنا عبد من عبيدي محمد. عظمة رسول الله أن عنده تلميذ كعلي. أنبياء الله كلهم أولهم وأخيرهم الحظوا بمثل علي. اعرف الإمام الباقر يوصي الصادق يقول له اعرف، هو الكلام للصادق، لو إن أنا وياك إياك أعني، قال له اعرف منازل شيعتنا. الله، منازل يعني طبقات درجات مقامات مراتب، شو تريد تسمي سمي، اعرف منازل شيعتنا وقربهم شنو منا على قدر روايتهم عنا، مو بس رواية بعد، وفهمهم منا. كلمة أخيرة، حبيب قلوبنا، طبيب عيوبنا، نور عيوننا، أبو علي، أبو علي، أبو علي، بينكم ما بين الله، مو كلكم الآن طامعين بكرم أبو علي، وجود أبو علي، طامعين لو ما طامعين؟ كل احنا طامعين، وهاي نياتنا صادقة، لا نجامل بيها ولا عدنا بيها رياء ولا عدنا بيها تلون أبد، كل احنا واقفين على باب الحسين، واقعا هي الكلمة كنت تكتب على شفاه الحور، كل الخير بباب الحسين. شوف زيارة الحسين، من زار الحسين كتب الله له شنو؟ حجة. من زار الحسين كتب الله له شنو؟ حجتين. الرواية عن عائشة مصادر السنة مو مصادرنا، تقول له يا رسول الله حجتين، النبي سواها ثلاثة، يا رسول الله ثلاثة أربعة. هو أحمد بن حنبل يقول فغدت عائشة تزيد ورسول الله شنو، حتى قال يا عائشة من زار ولد الحسين بأرض كربته وغربته كتب الله له 90 حجة. قالت له يا رسول الله 90 حجة؟ قال يا عائشة بل حجك حجتي. أخو بعد ما بيها، أخو بعد ما بيها. زين أنا وياكم رحنا لزرنا الحسين سلام الله عليه، اللهم لا يحرمنا، لا جعلنا الله على غير بابكم نقف أبا عبد الله. ليش أنت يطوك 3 حجج وأنا ينطوني حجة؟ ليش الأخ الكريم ينطوه 70 حجة وأنا ينطوني 2؟ ليه؟ علماءنا كلهم قالوا الأساس منه المعرفة، المعرفة. هسه هذه خيمة واحدة، خيمة الزهرة دخيلها، وكل احنا قاعدين بمستوى واحد. شوفوا من نطلع من باب بعد ما يتم المجلس ان شاء الله بخير وبركة ونظر صاحب الزمان، من نطلع المجلس كل من غارف لغرفة، بس هاي الغرفة واحدة. ها مو خسارة اني اغرف شوي يا أخي، أنا على بحر آل محمد، أنا على بحر فاطمة، مو حرام أكتفي بالقطرة والقطرتين؟ اللهم لا يقولها أن أوقف على البحر وارجع عطشان، أرجع على العطش والغرق. حبيبك
سيدي الشهداء هاي اليوم الليلة إذا ما تأخذ من محاضرتي بس الرواية يكفيني شرف. حبيبك سيدي الشهداء احنا حافظين كلمات يوم العاشر: والله لا أعطيكم إعطاء الذليل ولا أفر منكم فرارا. حافظين كلمات العاشر، بس تعال شوف هاي الكلمة ايش يقول: نحن آل محمد. هو هواي عنده دقة صدر. بعض الأخوة اليوم طلب من عندي هاي الأبيات نقراها ما دام جينا بسيرة أبو علي ونهيئ المجلس للدمعة. قالوا يوم نريد نقراها اليوم لأول حضور ولي الشرف على هذا المنبر المبارك وهذا المجلس المنظور إن شاء الله. أنا أقرأها اللي هو سيد الشهداء يقول: الله من زارني في حياته زرته في أول ليلة. شوف إذن أكو رابط عمل، أكو دقة صدر من الحسين، بس هذا الشرط، هذا دقة الصدر تش وقت تحصلها من الحسين؟ بشرط من زار الحسين جاهلا أو عارفا. معرفة. من زار الحسين، من زارني على حياته عارفا بحقي زرته في أول ليلة من قبره، ولو كان في النيران أخرجته منها وأنا الحسين بن علي. والنعم. يلا نقرأه وأرجع الرواية الإمام الحسين. حسين دين يا وآخر الحافظ يقرأ وياي. حسين دين يا وآخر دك صدور الأحباب وبي لو ضاق الفضاء أمشدي جنباب أبا عبد أحيا لو ميت جنيت من أشم تراب رحمة الله والأمل حب لي حسين بالمراض هالعشيق بكتب ما قارينه علمتنا كربلاء بالحسين ودينه حتى طيف للبلمهد من يفتح عينه شي صيح يصيح يوم الله يصيح ودموعته اليوم ما نام يا زهرة صاير قماط الطفيل حب لي حسين ما دام قلوبكم لانت والدمعة جرت اسمعها هسات ايش يقول نحن آل محمد لا نعطي المعروف ابو علي يريد يوزع عدم قياس نحن آل محمد لا نعطي المعروف إلا على قدر المعرفة إيش قد ما معونك كان أكبر أبو علي يغرف لك شنو وإيش قد ما كان معونك ضيق أبو علي شين طيق إذن هو من البخيل أستغفر الله من البخيل ساحته التي هي الكرم والعطاء لو البخل من عندنا أنا وإياك ها؟ لا تقول أبو علي انطاني شوي أبد أنت قدمت إناء ضيق هذا مجلس الزهرة بحر لا يحده حد ولا يقيده قيد بس الغرف على قدر المعرفة اسمع عبد الغفار مزار قبر مشهور منا واختم واعتذر طولت عليكم عبد الغفار قبر معروف أنا زايره مزار يقصده الناس الموالون في شيراز مقبرة دار السلام في شيراز مدفون إلى جنب العلامة المجلسي صاحب البحار رضوان الله تعالى عليهم عبد الغفار
ما واحد يزوره، ما مو يم اهل البيت، مو يم السالفه، مو واحد من اهل البيت ابدا، ما واحد يزوره الا ورده بالكرم والعطاء. مو سيد الشهداء، مو زاره، هذا واحد من الشيعة من المواري، هم مو سيد، مو هاشمي، ولا عايش ويا اهل البيت. عبد الغفار اهل شيراز يقصدون بحوائجهم، يقصدون بامراضهم. اللهم واياكم يرزقنا زيارة علي بن موسى الرضا يا رب، قريبا عاجلا ان شاء الله، ولا يحرمنا من عطائهم مددا. عبد الغفار يكتبون في سيرته الشيخ محمد حسن المحلاتي من كبار علماء شيراز، من كبار علماءنا، من كبار محققين بشيراز. اكو مدرسة يسحول مدرسة المحلاتي، هذه داخل السوق، في ليلة شاتية، ليلة ممطرة، الشوارع كلها امتلت بالوحل، واذا رجل شيبة رث الثياب، حاط كيسه بخبز يابس، وين مخليه؟ على ظهره. اناء الليل طرق الباب مال المدرسه، الخادم فتح الباب، سلام سلام، هدومه رثم وبللت بالمطر. قال لهم تخلوني اناما هاي الليله عندكم؟ هاي مو حسينيه، هذه مو مسجد، هذه شنو؟ مدرسة. وعادة المدرسة المدارس الدينية حتى الآن بالنجف المدارس الدينية تخضع إلى شنو؟ قانون صارم، أكو التزام، قوانين، لا تفتح إلا بوقت، لا تغلق إلا شنو؟ إلا بوقت، لا تجلس بهذه الغرفة إلا بنظام، أكو نظام مدارس. فقال له أنا حارس، أنا ما بيدي شيء، بس رق له، وين يروح هذا بهذا المطر وهي الساعة المتأخرة بالليل، وين يروح؟ قال له أنا راح أحاكي المدير الشيخ المحلاتي. يقول راح سولف ويا المدير المحلاتي، الشيخ قال انا ما اقدر، هاي وقفيه، ما اقدر اتصرف بالوقف، شوف الالتزام. قال له بس شيخنا هذا اذا ظل الباكر الصبح يجوز يموت، بدور شيخ خلصنا هال امامنا طردوا لهم واحد والعمايم والكذا، بعد ما نخلص عنه، تعال اطلع شوفه. يقول طلع رق له، اكو غرفه اشبه بالبخزن صايره، يقول دخله، قال له عمي انت تبات هالليله وبعدين نشوف لك تصريف. قيلهم جزاكم الله خير. هذا الشويب حط راسه وين؟ نام. صبح الصبح جاء مدير المدرسه، قال له ها انت شنو اقامتك الطويل؟ امرنا احنا في رسم الخدمه. قال له لا انا ما اريد معكم شيء، لا اضايقكم ولا تضايقوني. عجيب، شنو رايد؟ قال لهم انا رايد من عندكم 4 ليالي 5 ليالي، ما اثقل عليكم. قال له كذلك. هذول يسدون المدرسه ب8 بالليل، يقعدون الصبح خلال دخول هذا الشايب للمدرسه، يقعدون الصبح يلقون الابواب مبطله مفتوحه على مصراعه. اجى المدير للحارس اب نبه، اشد عليه بالحديث، قلت شلون عايف باب المدرسة مفتوحة؟ شلون كذا؟ قال له والله يا عمي أنا قافلها بيدي والمفتاح جوا راسي. قال له لا هذا تقصير من عندك، أنت ما قافلها، شلون فتحت باب المدرسة؟ نقعد الصبح نلقاها مفتوحة؟ قال له والله هذا الأمر. ثاني يوم الباب شوية، ثالث يوم المدير اختلطت عليه، قال اعطيني المفتاح انا اغلقها بيدي. سد الباب المدير، بعد المدير صبح الصبح الباب شويه، قال هاي الحاله ما كانت موجوده الا يوم دخل لنا هذا الشايب. هذا شنو سره؟ اول يوم راقبوه ما له علاقه بالطلاب، ما ياكل وياهم، ما يقعد وياهم، يطب الغرفته يسدها ما يطلع ابدا. الليله الخامسه، الليله السادسه قاعده ويا اجتماع. عم انت شنو سالفتك؟ انت من وين؟ وين رايح؟ احنا شك بك انت تفتح الباب؟
زين انت شلون تفتح الباب؟ القفل احنا نقفله بيدينا، المفتاح عندنا. زين انت تفتح الباب وين تروح؟ يقول فبكى. قال لهم انتوا هم زين جيتوني ها؟ قال لهم الان ستقبض روحي. شنو؟ انا هسه راح اموت وانا لا ولد لا اهل لا عريف، انا غريب ولايه، او اوصيكم ان تدفنوني بمكان محترم حبا بفاطم، انا ما عندي احد يقف علي، انا ما عندي احد يتولاني، لكن حبا بفاطمه. قالوا له شنو قصتك؟ قال لهم انا كنت جندي في تبريز منطقه خوي اللي من عند السيد الخوي خوي، وانا رجال عادي واتمنى يصير عندي عائله وزوجه واولاد وابن حياتي وكياني. الى يوم من الايام الضابط كان عثماني ناصبي، هذا بساحة العرضات بالتدريب، صارت قضية من عندنا، عرفوا احنا موالين شيعة، يقول فشتم فاطمة، شتم الزهراء دخيله، قال له انا بغيرتي، شوف 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 الغيرة على الزهراء، شوف المعرفة ماذا تصنع بأهلها. قال له انا بغيرتي ما تمالك، بعد ما افكر شنو يصير علي، ما يصير. هاي فاطمة، هاي فاطمة كل شيء يذل لها. قال له عدوت عليه فقتلته، انا قتلته، من قتلته فريت وفريت وفريت ولا الوي الى شيء ولا ادري كيف ساقني القدر، انا طبيت النجف من تبريز الى النجف. قال له هاي المدة اللي 30 سنة 40 سنة أنا قضيتها ما بين النجف وما بين أبو علي، هل رايح زائر الحسين مشاي، هل راجع الأمير المؤمنين، شنو أنا حياتي قضيتها مشي، لكن صار عندي خاطر أرجع لهيلتي أنا بعد هاي المدة اللي تغربتها وتحملت فيها ما فيها من الألم لأجل فاطمة. أنا ضيعت زهرة حياتي على الزهرة. قال زرت المقامات الكاظمين سامراء، وزرت أمير المؤمنين وودعت أمير المؤمنين، وجيت مشاي من النجف إلى علي بن موسى الرضا. أنا قلت أختم حياتي بمن؟ بزيارة علي بن موسى الرضا. قال له بس ساقني القدر إلى شيراز، وصلت مشايتي وين؟ دخيلك يا مولاي أيها الضامن. نظر إلى مجلس مسح على قلوبنا، قال له وصلتني أقدماي إلى مدرستكم والوضع. أم مولانا أنا من يوم اللي قتلت هذا الضابط الهاي الساعة أنا صلاة الصبح كلها خلف صاحب العصر والزمان. شوف النتيجة، شوف قضاء فاطمة ماذا يصنع، شوف الغيرة لفاطمة ماذا تصنع، شوف الحمية للزهراء ماذا تصنع. أنا يوم اللي شفت ذاك الجمال انقطعت عن ملذات الدنيا وكثرتها وهوستها وأهلتها. أو يا عمي أنا اللي أفتح الباب ليلية، لأن إني أنا كل ليل على موعد، أنا أنزل الصبح تنايمين الطلبة، أنزل بس أوقف الإمام مطاني سر، بس أقول للباب يا فاطمة وإذا بالقفل يفتح لحاله، إلهي بفاطمة افتح قفول أقفال قلوبنا، أقفال مرضانا، أقفال حوائجنا، نقسم عليك بحبيبتك وأمتك الزهراء. قال لو أنا أصلي بجبل شيراز. وعجيب أنا هواي ما عجبتني شيراز. ليش ما عجبتك شيراز؟ إيش عجب ما يقعدون الصلاة الصبح ويصلون ويا صاحب الزمان؟ هذا عباله القضية شنو؟ قضية شبيهة سهلة مثل ما هو يعيش حاله، هو يقيس الناس عليه من؟ قال لي ليش بس 5 من أهل شيراز يصلون؟ يقول ذول المراجع والفقهاء ومدير المدرسة دموعهم شيني؟ هذا رث الثياب، هذا المجهول. شوف
الغريب بالرواية القصة قال له زين أنتوا بس تصلون الصبح؟ قال لا بس مو نصلي الصبح، نصلي الصبح ويومية إمام الزمان يعقد مجلسا لفاطمة. احنا ثلاثة احنا مجالسنا ذا كثرة هوش لون. قال له وأنا اليوم صاحب الزمان أخبرني قال لي أنت ما راح توصل لعلي بن موسى الرضا، أنت روحك هنا تقبض، اليوم آخر يوم من حياتك. فقال له هذا المحلاتي قال له لا إن شاء الله طولة عمر جسدك ما بي شيء، ما جيت عالم المرض. قال له لا مو خبرك، خبر منه إمام زماني يقول ما أن أتم كلامه وإذا به قد مات وفارق الدنيا. شيع ذاك التشيع المهيب في شيراز، دفن في ذيك المقبرة، أنا زرته دفن في ذاك المقبرة المهيبة، والآن أهل شيراز بحوائجهم بنوائبهم يأخذون كرامات وعطايا وكرم من عبد الغفار. بركة شنو؟ نصرة فاطمة. بركة شنو؟ غيرة على يمن. أقول الغيرة على فاطمة روحي لها الفداء هكذا تصنع. شاب ذاك اليوم وين الغيرة صارت؟ بذاك اليوم الحمية وين صارت؟ هذه أول ليلة للزهراء، أول ليلة يا لينا.